قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن حركة حماس هي الفريق الوحيد الذي لم يوافق حتى اللحظة على مقترح صفقة إنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل وحكومتها وافقت على المقترح. منذ أن طرح الرئيس هذا الاقتراح أيدته جميع دول المنطقة وحظي بتأييد العالم بما فيه المنظمات الدولية. لقد قبلته إسرائيل، والطرف الوحيد في هذه اللحظة هو حماس. لذا فإن رسالتي إلى الحكومات والناس في جميع أنحاء المنطقة هي إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار فاضغطوا على حماس لتقول نعم.